القول قول 26 توفيق. انا كدفاع وانا قلت هذا الكلام لزملائك قبل، هو انني انا اؤازر، وهناك فرق بين المؤازره والنيابه. النيابه قد جي عندي في المدني في الافراغ، انا اللي كنوظف وكنفعل الوثائق اللي كتعطيني. انت ما بقاش شغلك، انت هاكا تعطيني الوثائق او كنقول لك جيبي لي هذه وهذه وهذه وهذه. في الجنحي والجنائي لا، ماشي كنقول لك قول لي لا واش ديري واش ديري، لا انت المتهمه، شنو اللي وقع؟ خصك تكوني صادقه معايا. هو الان بوعشرين تيقول لك لا هادشي مفبرك عليا، ماشي انا. اذا حنا كدفاع ما علينا الا نقولوا هادشي مفبرك. شكون اللي غادي يمكن يعرف مفبرك؟ ماشي المحكمه، ماشي انا، حنا ماشي رجال التقنيين، اللي غادي يعرفهم التقنيين. اذا انا رد، علاش كنقول اكثر من مره وهادشي راه المحكمه رجعت لبت فيه، لم تبت فيه. طلبت خبره برفع البصمات، خبره بالتاكد من كون هذه الفيديوهات هل هي حقيقيه، هل هي صادقه ام انها مفبركه. خاصة وان زملائنا في الدفاع على ابو 20 هي واحد الخبره اوليه اثبتت مجموعه من تناقضات فيه مضاجعات تزامنت مع وجوده خارج المغرب، فيه مضاجعات تزامنت مع وجوده في اطار عمليه جراحيه بالمستشفى، فيه مضاجعات تزامنت مع وجوده في طريق السيار واقترافه مجموعه من المخالفات السير، فيه مضاجعات تزامنت مع تواجده ببنك يسحب بمقتضى بطاقته المغناطيسيه لمصاريفه. اذا كانوا هذه الحالات كيثبتوا لنا العكس، والقانون الجنائي دائما تيقول لك يمكن للانسان ان هذه المحاضر لا حجيتها، ولكن يبقى للمعني بالامر للمتهم ان يثبت ما يخالفها بكافه وسائل الاثبات. هذا الشيء اللي جابوا الاخوان هي بدايه حجه منكم ان هذه الاليات، ان هذه التسجيلات، ان هذه الفيديوهات مشوبة بفبركة. إذا المحكمة خصها تتحرى للحقيقة، ماشي لتوفيق، لا للحقيقة. على شنو اللي غتخسر المحكمة إلا دارت خبرة؟ شنو اللي ما تخسر حتى حاجة؟ هضر بالحبس. ديروا خبرة 15 يوم 20 يوم خبرة موجودة. وغادي تقولوا له إما هادشي سي بوشين سي توفيق مبروك، أو نقول له سي توفيق كذبتي. خبرة تقنية جات حاسمة كتقول هادشي انتهى فيه، السلام عليكم. حتى حنا غنرفعوا يدنا، غادي ندافعوا عليه في باب ضرورة التخفيف. غادي نرفعوا عليه في باب إعادة التكييف، لأن كاين فرق ما بين الاغتصاب، ما بين التجارة في البشر، ما بين التحرش، وما بين الفساد. لا، الفساد كلام آخر. وهذا الشيء اللي كنشوف أنا دابا، هذا اللي كنشوف أنا دابا، وبأمانة، هذا الفساد. هذا الفساد. ما كاينش حس العنف. لا أثر للعنف، لا إشارة للعنف، ولا مؤشر للعنف أبداً، أبداً. صحيح البعض تقول هذه مرؤوسة. كتباشر الجنس مع الرئيس ديالها. إذا عندها واحد ضغط معنوي، عندها واحد ضغط نفسي. وهذا الشيء قلته قبل قليل. الضغط النفسي لما كتمارسه على امرأة بالسلطة ديالك، خمسة دقائق 10 دقائق المرأة كتبحث على أنك تحقق الرغبة الجنسية ديالك. 15 دقيقة هو أقصى ما إلا احتملتك، إلا احتملتك، حيت أنت نازل عليها بحال صخرة. ولكن لما تتولي الممارسة الجنسية بحميمية، بتعاشق، بتناغم، بانسجام على مدى 45 دقيقة، اسمح لي انا ما بان ليش انا شي عنف، انا بان لي الفساد، بان لي الفساد، انا بان لي الفساد، واسمحوا لي.